جوزي النهارده عنده مراقبه في الامتحانات وزمايله اللي بيراقبوا معاه في اللجنه دبسوه في غدوه بعد المدرسه. اتصل بيا وقال لي سايب لك 100 جنيه على التسريح، خديها بقى واعملي غدوه حلوه ما تكسفنيش قدام زمايلي الاثنين. انا بقى ال 100 جنيه وطلعت جري على الراجل الجزار اجيب منه كيس لحمه. بصراحه بقى حظي كان حلو، جبت كيس لحمه، بصوا ما شاء الله اللحمه كانت ملبسه وزي العسل. انا بقى راجع في طريقي جبت ب 20 جنيه عيش وجبت كيس بهارات الحواوشي ده، خدت بقى اللحمه وحطيتها عندي في الكبه عليها كيس البهارات الحواوشي وضربتهم كويس، يعني فرمه كده بسيطه. وطبعا اللحمه بتاعتي مش محتاجه نسبه دهون لان هي اصلا ما شاء الله عليها فيها حوالي 25% دهون. بعد كده جبت كميه حلوه من البصل وعليها حبيتين من الطماطم، ويا سلام بقى لو الطماطم تكون ناشفه يعني مش فيها ميه كتير، او لو تقدر تشيل البذر بتاعها والميه اللي فيها شيليها، مع قرنين فلفل بارد كده ونص قرن شطه يحبش كده الحواوشي اللي انا هعمله. الكلام ده كله واللحمه اللي احنا فرمناها مع كيس الحواوشي وقلبته وسبته يرتاح ربع ساعه كده او نص ساعه براحتك يعني. جبت انا بقى ب 20 جنيه عيش ماله عليا الدنيا، فتحته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وما شاء الله عليكم انتوا شطار مش محتاجين تتعلموا مني، بس انا بديكم افكار مش اكتر، والبنات اللي لسه صغيرين لسه مش عارفين حاجه او مش متعلمين او لسه في بدايات جوازهم. ودهنت الصواني بتاعتي بسمنه، والسندوتشات برده بعد ما حشيتها برده دهنتها شويه من السمنه ودخلتها الفرن، وسيبها بقى تستوي براحتها خالص لحد ما اتاكد ان اللحمه استوت كده مع العيش وطلعت كل السوائل اللي فيها. وعملت لهم بقى صينيه حواوشي وطبق سلطه كبير بقى، وكان عندي الصوصات دي بعتها مع كيسين شيبسي. واتصلت بقى بجوزي يجي ياخد الصينيه، وبالف هنا وشفا وشايفين ما شاء الله عامله ازاي، حاجه كده تستاهل بقهم، بالف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. والله فعلا المدرسين دول بيتعبوا، ربنا يكافئ كل مدرس على قد تعبه.